من أعلى ضيعة بلبنان، من ضيعة متواضعة بالمحبة، خجولة بالطهارة، بترابة بتشم ريحة الإيمان، وعلى تليلة بتسمع صدى الترتيل والصلاة. بيبقى كفرة ولد قديس لبنان والعالم شرب المخلوف، وقلو أعطي مجد لبنان. هون تربى تربية مسيحية، تولع بالصلاة من صغره، تعلق بتعليم الإنجيل، تمسك بحب الله، ومنها جنح صوب الزهد بالدنيا، تارك ورا كل ما بيهج الحياة. اليوم رح نرجع إلى تراثه، إلى جبله، إلى ضيعته، إلى بيته الأبوي. بثماني أيار 1828 قرعة أجراس الفرح بمولود جديد لأنطون زعرور، هو الخامس بين أخوته. هتفوا أبناء هالضيعة هللويا، يتمجد الآتي باسم الرب. ببيت فقير متواضع قديم، ومن باب خشبي صغير بتحني راسك لتدخله، بغرفة بتلف العتمة مضوى فيها سراج زيت بالكاد ينطفي، وجدران مصنوعة من الكلين، وجسور الخشب اللي تحولت لسواد من شحتار الموقد والإنديل. بهالبيت العتيق كانت بريجيتا زوجة أنطون زعرور عم تتهيأ للولادة، وبس أطلق المولود جديد صرخته الأولى للحياة، ركع أنطون زعرور على ركابه، حني راسه وباس الأرض وقال: يا رب بتمنى هالمخلوق يرضيك. بعد 8 أيام من الولادة تعمد القديس بالزيت والمي على ايد كاهن الرعية الخوري يوسف مخلوف بكنيسة السيدة القديمة، سمي يوسف تيمنا بالقديس يوسف شفيع العائلات المسيحية. بهالكنيسة تلقى دروسه من الخوري عبد الأحد مخلوف مع كتار من رفاقه لقبول سر التثبيت، ثم سر التوبة بعمر 12 سنة والمناولة الأولى بعمر 14 سنة. كنيسة عماد مرشربة القديمة أثرية مشيدة بالعقد تحت الأرض لكنيسة السيدة الرعائية، بداخلها جرنة المعمودية وأيقونة تاريخية قديمة للسيدة العذراء من أيام القديس. أما كنيسة سيدة الانتقال اتعمرت سنة 1925، مسقوفة بالتكنة الخاصة بالهندسة الإيطالية، جدرانها كلها مزخرفة برسومات رائعة، وهي تحفة بحد ذاتها. من أهم موجوداتها تمثال المصلوب، تمثال العذراء، وصورة كبيرة لسيدة بعكفرة. أما بالنسبة إلى بيت مرشربل، فهو من أقدم بيوت بعكفرة اللي بتعود للقرن العاشر. من العام 1950 أصبح البيت بعهدة الرهبنة اللبنانية المارونية اللي انتسب إليها شربل. هالبيت هو أقدم بيت بأعلى ضيعة بلبنان والشرق، بيتألف من طابقين. الطاب الأول كان مخصص مثل بقية البيوت القديمة للبقر والحيوانات والعلف والمحاصيل الزراعية، واليوم تحول لمتحف بضم منحوتات لأفراد عائلة القديس وتماثيل للسيد المسيح مع تلاميذه والأواني الفخارية اللي كانت تستعمل أيام القديس، وشهادات حية لأشخاص نالوا نعمة الشفاء. أما الطابق الثاني فكان مسكن للعيلة، هون خلق شربل وأبصر النور وتربى تربية مسيحية. تحول بيت القديس لكنيسة تقام فيها الصلوات والأداديس يومياً، وهي مكان للتأمل والصلاة والعودة إلى ينبوع الإيمان. مسكن العيلة كان مؤلف من غرفة واحدة تستعمل كغرفة جلوس وغرفة نوم ومطبخ. بزاوية البيت كانت تنوضع الكواير، وهي أواني بينوضع فيها القمح والحبوب. أما الخوابي فكانت تستعمل لوضع الدبس ونبيد والعرق والزبيب. بصناديق الخشب كانت تنوضع الفواكه المجففة. أما الأورمة فكانت تنوضع بمسمنة من الفخار. من الأغراض اللي كانت موجودة بالبيت اليوك اللي كانوا يوضعوا فيه الفرشات بالنهار. على المدخل قرب الباب منلاقي طاقة، هالطاقة مخصصة لوضع الجرة أو البريق. داخل البيت في كوات كان ينوضع فيها أنديل الزيت وكتب الصلاة. من ضمن هندسة البيت الأساسية المذبح الموجود بواجهة البيت، وهو كناية عن رف لوضع صورة العذراء مريم وكل القديسين. قدام البيت في عريشي هي امتداد للبيت بأيام الصيف، كان شربل وأهله يناموا تحتها، ومنها كانوا يصنعوا مبيد والعرق والزبيب. العريشة ما زالت آثارة لليوم، والبيت بعهدة الرهبنة اللبنانية المارونية للمحافظة عليه.
بمرحلة أولى ما بين 1953 و 1955 أجرت الرهبنة ترميم على البيت، وب 24 آذار 1955 وافق البطريرك أنطون عريضة على إقامة الذبيحة الإلهية بداخله. باليوم الثاني دشن البيت بالقداس الإلهي اللي ترأسه الأب مونس عزار. من وقتها عم يتهافت المؤمنين والزوار والسواع البيت للتبارك والحصول على النعم، وحدثت أعاجيب كتيرة وشفاءات تشهد عليها رزنامة الدير. بجانب منزل القديس بنت الرهبنة ديرة على اسم القديس شربل، بيضم هالدير كنيسة كبيرة تقام فيها الأداديس لعدد كبير من الناس، مزينة بصور رسم إيد بتمثل كل صورة مرحلة من مراحل حياته، من عمر الطفولة إلى عمر الصبا والشباب، وكلها بتدل على روحانية القديس اللي عايش طول عمره سكران بالله. بهالدير في متحف للتذكارات بيحملها معه الزائر ذكرى لكل العمر. بساحة الدير بيرتفع تمثال كبير لشربل مصنوع من الحجر الصخري الأبيض، بيطل على أجمل المواقع الأثرية والدينية. أما عيلة مر شربل فكانت تعيش حياة تقوى زايدة، فكل ليلة وقبل العشاء كانت تركع وتصلي المسبح الوردية وتكرم صورة العذراء مريم، وهيك كان يكبر يوسف ضمن عيلة مسيحية فاضلة. بيو أنطون زعرور كان رجل صادق متواضع عايش بخوف الله ورحمته، توفى خلال أعمال السخرة للجيش التركي وكان يوسف عمره 3 سنين. أمه بريجيتا كانت تقية فاضلة ربت عيلتها بخوف الله ومحبته. بشارة الابن الكبير للعيلة كان محب يساعد الفقراء ويشتغل بصمت، عينته السلطة البطريركية وكيل للوقف. أما حنا الخي الثاني ليوسف كان متسامح صبور، رعى عدة مصالحات بضيعته وسعى لإعادة ترميم كنيسة مرسيبة. أخته كون كانت امرأة صالحة تزوجت من أحد شبان بقع كفرة وأنجبت عيلة مسيحية. وردة الأخت الصغيرة ليوسف كانت نقية طاهرة، المسبحة ما تفارق إيدها، تعلقت بحب خي الصغير يوسف خصوصا بعد وفاة بيا. ماتت عزبة وهي مزودة بالأسرار المقدسة بوقت قليل بعد دخول خي الدير. أما مغارة القديس فكانت محبسته الأولى، موجودة بمحل اسم عين الحور، اعتنى فيها المونسيور أنطون زعرور مخلوف حتى عام 1950، ثم تولت إدارتها والاهتمام فيها جمعية الراهبات اللبنانيات. فيها نبع المي العجائبي اللي تفجر بفعل عجائب القديس، بيشرب منه الزوار وبياخدوا بركة للشفاء. تحولت هالمغارة لمزار ديني مقصود من كل الناس، فيها كان يختلي يوسف ويصلي لمريم العذراء، يقدم لها البخور ويناجيها ويقول لها يا عذراء يا أم اللي بالسماء. من الأديرة المهمة ببقع كفرة دير مرحوشة بالموجود بمحل اسمه الوطا، دير قديم جدا سمي على اسم القديس أوسابيوس شفيع أمراض الملاريا. بني هالدير على 4 مراحل ورمم عدة مرات، إلى جانبه كنيسة عمرها لا يقل عن 1000 سنة، هي أقدم كنيسة بهالجبل الماروني. فيها تعلم يوسف الكتابة والقراءة باللغة العربية والسريانية على إيد أستاذه الخوري مبارك مخلوف. وكان القديس بوقتها يلبس الشروال واللبادة ويحمل حمال بداخله كراس الطوبة والمزامير. يقال انه بعمر الشباب كان يوسف يتردد لزيارة اخواله الحبسة بدير مارمطانيوس اصحية، ويمشي من بقع كفرة ويقطع مسافات طويلة حتى يصلي معهم وياخد مشورتهم، ومع كل زيارة كانت تترسخ براسه فكرة دخول الدير وخلاص النفس. وبالختام منقول طوبى إلك يا مر شربل، عرفت كيف بتخلص نفسك، هنيئاً إلك يا بقع كفرة بقديسك لأنه أعطى لبنان والعالم مجد عظيم.